ويلكم باك من جديد في القناة، حيث سنقوم هذه المرة بحل غز رموز الغابة المطرية في سوميرو. وعدد هذه الرموز 7، وهي موزعة في أنحاء الغابة المطرية على جذوع الأشجار الضخمة، وسيتوجب تفعيل جميع الرموز للحصول على صندوق سمين، وكل ما سنحتاجه هو شخصية دندرو. ومن أجل القيام بذلك نقوم بالتوجه إلى هذا التليبورت في البداية حتى نحصل على الرمز الأول. إلى الشمال في اتجاه التليبورت. نقوم بتفعيل النبات للوصول إلى الشجرة المقابلة. هنا سيكون الموقع الأخير بعد تفعيل جميع الرموز، لكن في البداية نتجه إلى الأعلى لتفعيل الرمز الأول. نستخدم عنصر الدندرو على الفطر لتفعيل الرمز. نعود إلى التليبورت السابق، لكن هذه المرة نتجه إلى الشرق. الآن نحو الأعلى. نفعل النبات ثم نستخدم الدندرو جرانوم لأننا سنحتاجه عند الوصول إلى الرمز الثاني. نقوم بتحطيم الصخرة بقدرة الدندرو جرانوم ليظهر الرمز، ثم نقوم بتفعيله كما فعلنا في السابق عن طريق استخدام عنصر الدندرو على الفطر. الآن نقوم بالتليبورت إلى هنا حتى نستطيع الوصول إلى الرمز الثالث. نتجه نحو التليبورت في اتجاه الشرق لتفعيل النبات الذي سيوصلنا إلى الرمز المطلوب. إلى الأسفل قليلا. كالعادة نفعل الفطر الذي سيفعل بدوره الرمز. نعود إلى التليبورت السابق، وهذه المرة نتجه إلى الشمال ثم إلى الأسفل. فقط نقوم بالالتفاف قليلا حول الشجرة وسنجد مكان الرمز الرابع. دور الرمز الخامس من ذات مكان الرمز الرابع، فقط نتجه إلى الأعلى باتجاه الشجرة القريبة إلى الشمال الشرقي. نعود إلى التليبورت السابق ثم نتجه نحو التليبورت. إلى الأسفل قليلا. الآن نحو الشمال. نكمل نحو الجنوب. نقوم بتفعيل هذا النبات في حال كان غير مفعل، ونكمل إلى الشجرة القريبة من الدومين. نكمل إلى الأسفل عن طريق الالتفاف حول الشجرة حتى نصل الرمز السابع والأخير.
يتبقى فقط العودة إلى أول تليبورت قمنا باستخدامه، والذي سيوصلنا إلى مكان الصندوق السمين. نتجه في اتجاه التليبورت ثم إلى تلك الشجرة التي فيها منزل. بمجرد الوصول إلى المكان سيظهر الصندوق بشكل تلقائي، وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى بإذن الله.